أعلنت الشرطة الإسبانية يوم الثلاثاء 12 يوليوز عن توقيف 4 مهربين جزائريين عقب تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين. وذكرت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها أن هذه الشبكة التي تم تفكيكها في مورسيا كانت متخصصة في الاتجار بالبشرة من خلال نظام التاكسي المائي، والذي يقوم على جعل المهاجرين يدفعون 5000 يورو من أجل تسهيل نقلهم إلى إسبانيا في ظروف خطرة في غياب الحد الأدنى من إجراءات السلامة. وخلال هذه العملية قامت عناصر الشرطة بحجز قاربة طوله 6 أمتار يستعمل لتسهيل الهجرة غير الشرعية مع آلية للقيادة ومحرك بقوة 150 حصان. إلى جانب ذلك اكتشفت الشرطة الإسبانية بعد التحقيق أن الشبكة تتعاطى أيضا لتهريب المخدرات، ويتهم أعضاء هذه الشبكة بالاتجار في البشرة، الانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المهاجرين. نشكركم على حسن المتابعة.